السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ونتحول من وجدة إلى أكادير مع للا توريا. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور. حياك الله للا توريا. والله يا ربي راه اليوم فرحانة بزاف. يا مرحبا بك للا توريا. الله أكبر. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. الله يكبر بك للا. والله سيدي راه شحال أنا تنعيط ليك وما كيتشد لياش. ما عندي راه للا سمحي لينا. الله يجازيك بخير بغيتك الدعم معنا والدعم مع الراجل مريض. لا إله إلا الله. مريض هذا شيء سبع سنين هو مريض فيه الضيقة وفيه. يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم. ادعي لي مع وليداتي. يا رحمن يا رحيم. واحد بعيد في فاس خدام تماك فاس ما بغاوش ينتقلوا ويحولوه لي أنا. في أي قطاع خدام للا توريا؟ نعم. أش خدام وليد ديالك؟ خدام في الشركة ديال الدواء. أيه للا أيه. الشركة ديال الدواء وكاينة نيت هنا في صوري نيد. أيه بلا ما تكون السمية ديالها. أيه للا. كاينة وراه عندي الدري والله يسهل عليه تاهو بغيته مازال ما جاب ليه الله عنده 30 عام بغيته باش يتزوج. يا ربي يا ربي يا كريم. يسهل عليه الله تاهو. الله يحفظك للا توريا. يا ربي يا ربي يا كريم. مع البنيات وحدة في ورزازات. الله الله. هو وحده فينا هنا يا راجلها مريض. الله يشافي ويعافي يا رب. فيه سرطان. لا اله الا الله. شهرين هذه عندها ثلاثه وليدات صغار. لا اله الا الله. بغيتك الدعم معاه الله يرحم والدي. واخا للا. معاهم الله يجازيك بخير وحده كاينه في برا. ما شاء الله الله يجمع الشمل ديالكم للا توريا. كنشكرك للا توريا كنشكرك على التواصل ديالك وتحيه كبيره لاهل اكادير. اختنا توريا وهي كتكلم الان كتعطينا واحد الصوره بان الحياه هكذا تعب. حياه تعب. هكذا خلق الله الوجود. الدنيا كفاح. الدنيا صراع. ولا يظن انسان منا سوف يرتاح. الراحه لا تكون الا بعد ان نغادر الى دار الجزاء. هذا دار العمل. هذه دار الابتلاء. هذه دار الفناء. اما هناك في الدار الاخره كتسمى دار البقاء ودار الجزاء. فنحن لابد ان نبرمج انفسنا ونعرف بان الدنيا هكذا خلقها المولى منذ اول الخالقه الى قيام الساعه. والناس كلهم سواء. كل واحد منا عنده نصيبه من الخيرات والعطاءات والبركات وعنده شيء من الفزع ومن الصراع ومن الفقر ومن الضيق. هكذا قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. دنيا هكذا لابد أننا نقبلها كما هي. ما نطيحوش في اليأس. راه كاين بعض الناس مقارين مثقفين وكيطيحوا في اليأس. كتلقاه مهندس كتلقاه أستاذ جامعي تلقاه طبيبة تلقاها مراتب عليا وكيطيح في اليأس. علاش؟ تغلب وتقهر قهرته الدنيا. الدنيا هكا خلق الله تعالى كل لو خذ النصيب ديالو قول بسم الله وخذها وعيش معها طولا وعرضا وتأقلم معها. النهار غيدو الزوين احمد ربي وشكرو. النهار غيدو الشق يا ربي رزقنا الصبر ديال الصالحين وديزا هكذا الدنيا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. للا توريا انا قلبي معك لان العائله مفرقه. انت هي كاينه في اكادير. الوليد ديالك اللي بغيتي تفرحي به راه هو في فاس. البنيه راه هي في ورزازات. الاخر راه خارج ارض الوطن. اكيد ان التفرقه بين افراد العائله كتخلق واحد النوع من الاحباط. هو من ناحيه جميله يكونوا ناس مفرقين باش نتزاوروا. حنا نمشيو عندهم وهم يجوا عندنا. انت من اكادير والتسميه غاديه الفاس. من التقاليد ديال اكادير والطقوس ديال اهل اكادير ونمط الحياه تاع اكادير امازيغ غنمشي لقاع فاس.
غادي تلقى حاجه اخرى عاوتاني، نمط جميل عاوتاني، لباس ولغه ولهجه وتقاليد وعادات، هو جميل ملي يكون الانسان من مكان لمكان. مشي لورزازة عاوتاني، الطبيعه جميله، ناس طيبون، كل منطقه الا كانت العائله مفرقه في المغرب راه نعمه. مشي عند يكون التزاور والحركيه، لكن احيانا كيقدر يكون الحياه صعيبه والايقاع ديال غادي سريع، ما كنشوفوش بعضياتنا، كل واحد في مدينه ما كنشوفو الا في مره في السنه او اكثر من ذلك. هذه كيعود ابتلاء، ما كيعود نعمه، كيعود نقمه. فلهذا كنطلب الله تعالى يسهل لنا الجماعه، لان الجماعه فيها خير وبركه. لالا ثوريه، بغيتي وليدك من فاس يجي الالحاق او الانتقال من فاس الى اكادير، مادام الشركه موجوده لما لا؟ اول شيء خصو يقوم بالاجراءات. ما هي الاجراءات؟ انه كي كاتب للشركه يقدم واحد الملف مطلبي يكون جميل، يكتب فيه مبررات وكيكتب فيه كذا، كون ان والدي شيخ هرم ومريض سقيم، وان امي محتاجه الي، وانا ممكن ان اعطي واساهم في الانتاج ديال الشركه بالاضعاف اذا كنت قريبا من عائلتي واحبابي. انا الان في الغربه كنشعر بارتباك وفكري مشتت، لهذا العطاء ديالي في الشركه غادي يكون ناقص. فاكيد اذا كان المطلب ديالو واضح وبين وانيق في العرض، اكيد ان المدير غيخمم ويعاود يخمم وزيد يعاود يخمم، واحد النهار يلقى ليه بلاصه ويتحول ويجمع الله الشمل. غتساعديه لاله توريه بالدعاء، دائما قولي كما علمنا ربنا عز وجل ان نقول: وهو على جمعهم اذا يشاء قدير، وهو على جمعهم اذا يشاء قدير، وهو على جمعهم اذا يشاء قدير. الا كانت العائله والحب مفرقين، ربي كيجمع الشمل وكيتلاقاو فيما بينهم. كثر من الدعاء فيها وربي يجمع الشمل بين ولدتك وبينك وبين العائله كلها. الزوج مريض مسكين هذه السنوات وعنده الضيقه، الضيقه عند الدواء ديالها موجود، الطب الحمد لله متطور، لكن اذا وقع هناك اشكال في العلاج لالا توريه واحد العلاج بسيط: اناء ديال الماء وغنقرا سوره الشرح. يقول العلماء هي صالحه للامراض الصدريه، الامراض الصدريه اللي عنده الضيقه، اللي عنده اكتئاب، اللي عنده ضيق الصدر، يقرا سوره الشرح، يقراها ويصلي بها. بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. نشرح نشرح الصدر ينشرح. ونقرا دائما: الا بذكر الله تطمئن القلوب، الا بذكر تطمئن القلوب، ونقرا في الماء ونشرب ذاك الماء ويمشي مع الدات ديالي. هذاك الماء يتحول الى طاقه استشفائيه، لانه ماء هيدروجين زائد زوج اكسجين زائد واحد الايات قرانيه كتعود تركيبه غريبه. راه علماء قاموا بالتحليل ديال الماء في كلام الله عز وجل، لقوا بانه ما بقاش H2O، ولا في تركيبه غريبه، كل صوره عندها طاقه نورانيه. نقرا بالنيه وبالصدق ونستعمل ذاك الماء ونشرب على اساس انه يداوي الصدر ديالي. سوره الشرح: الم نشرح لك صدرك، للامراض الصدريه، وان شاء الله تعالى ربي غادي يفرج عليه من هذه الضيقه ويتشافى ويتعافى. واسال الله تعالى يحفظ ذاك اللي فيه سرطان، الله يشافي الجميع ويحفظ الجميع ويبارك في الجميع. اللهم امين يا ربي يا كريم، بجاه النبي الشفيع، اللهم امين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.